يلا يا رجاله على البركه، يلا احنا بينا. هو احنا كده خلاص؟ قضيت بفضل الله تعالى وبركه دعاء الوالدين. امال اجراءات الجمارك بتبقى امتى؟ امال انا ما سبتك كنت بعمل ايه؟ بص ابو حنف، احنا ما عندناش وقت نضيعه، البضاعه ديت لازم تخرج ومن بكره تتقسم على التجار في المحافظات، بعد كده كل واحد فينا هيعمل اللي عليه طبقا للجدول المكتوب له واللي انا وريته لك امبارح. بس انا عندي سؤال يا استاذ كامل. اسال ابا، انت من حقك النهارده بس، بعد كده انت اللي هتشيل الليله كلها لوحدك. الله يكرمك. بص هو يعني مش سؤال، هو استفسار. انا لما شفت كراتين البضاعه، اللهم صل على النبي يعني، فسالت نفسي هو احنا ليه بنستلم البضاعه فرضاني كده؟ ها؟ يعني هو احنا ليه عاملين زي تجار الشنطه؟ لازم نستلم البضاعه بنفسنا ونحطها في شنط وبعدين ناخدها في القطارات نلف على المحافظات. يعني انا شايف لو جبنا عربيه ربع نقل هنوفر تكاليف كتيره قوي يا استاذ كامل. ده انت كده ممكن تعدي عليك ايام ما توزعش غير على 4-5 بس، وفي الاخر يعني المكسب مش قد كده، ولا انا غلطان؟ شوف بقى ابو حنب، بما انك قصدت اهل الخبره فانا هقول لك، احنا كان عندنا عربيتين شغالين على الخط بنوزع بيهم. حلو. انما نظرا للظروف الاقتصاديه اللي بتمر بها البلد وازمه السيوله اللي عندنا بعنا العربيتين. قول لي ليه؟ انا اقول لك، شركات التجمير والمصانع بتاعتها طلعت النسوان من البيوت تبيع. انت ما عندكش فكره عن الموضوع ده ولا ايه؟ لا ما عنديش فكره، احنا عندنا مصانع بير السلم بس. نظرا للظروف الاقتصاديه بعنا العربيتين وسرحنا العماله، ما فاضلش عندنا في الشركه غراني والمحاسب والسكرتيره وبتاع البوفيه، وان شاء الله هنسرح بتاع البوفيه كمان. غريبه، مع اني عمري ما حسيت ان شافع يعني عدى عليه ازمات خالص. هي دي عظمه شافع بيه، ما يحسسش اهل بيته باي ظروف اقتصاديه يمر بيها. عشان كده بقى موضوع العربيه هو ده السر. بتقول حاجة؟ لا مفيش يا أستاذ كامل، أنا بقول بلاش أفتح الموضوع معاه، يعني مش عايز أزعله. وعلى فكرة أوعى تكون فاكر يعني إن أنا بقول لك الكلام ده عشان مكسل ألف على المحافظات ولا حاجة، لا ده أنا حمار شغل وعجبك، أنا بس كان قصدي المصلحة. ربنا يوفقك يا طيب. شفت؟ أهو بتقول لي فراخ بيضة، دي فراخ بلدي متربية على الغالي. اتكلم على إيه؟ بنت البنبوطية اللي قلت لك عليها، هي واقفة هناك. يا ولادي اللذينة، شفت الواد الوسخ ماسك عليه ازاي؟ استاذ كامل احنا نقف نتفرج. تعالى محمود، محمود علي. يعني ينفع كده يا جماعه؟ اتنين على واحده. انت مالك ومال امك؟ خليك في حالك. وانت مالك ومال يا جدع؟ عايز ايه؟ ايه الاخبار يا دكتور؟ زي ما انت شايفه جت سليمه. الله، وليه شكلك مخنوق يعني ان انا بقيت كويس؟ مع اني حاسس ان مش مظبوط، حاسس ان المستشفى بتلف بيه مش عارف. ده من اثر التسمم، حقنة التيتانوس اللي انت خدتها هتطهر الجرح بالكامل. يا نهار اسود، هو ايه اللي كان مسمم بالظبط؟ الفول ولا البصل؟ فول ايه وبصل ايه يا ابني؟ المطوه يا حبيبي اللي انت اتضربت بيها في دراعك دي مطوه ملوثه، افهم بقى يا اخي. افهم ايه؟ هو في حد بيمشي بمطوه معقمه؟ لا ده انت ليك نفس تهزر بقى. حلوه حلوه. ده انتوا رايقين وجايين لي. انتوا مخطوبين؟ لا احنا مش مخطوبين. ما هو مش معقول تكونوا متجوزين، لان لو كنتوا متجوزين كانت هي اللي كانت هتبقى ضربك بالمطوه وجايبك لغايه هنا. اني بسال بس علشان خاطر المحضر، الاستاذ اللي جابك هنا راح يبلغ البوليس، بس ما اعرفش اتاخر ليه. محضر ايه بس يا دكتور؟ الموضوع مش مستاهل، دي جارتنا وكان في واحد ابن حرام بيعكسها في الشارع، واحد ما نعرفوش خالص، ما نعرفوش خالص. وعرفتوا بقى ازاي ان هو ابن حرام؟ شكينا فيه. في ايه يا دكتور؟ بقول لك واحد بيعكس واحده في الشارع، هيبقى ابن حلال ازاي بس؟ ويمين الله بتحصل. اسالني انا، بتجي لي الحالات دي كل يوم في المستشفى. وبعدين يا عم انا مالي، انا هعمل لك التقرير الطبي اللي هتبقى بالمحضر. محضر ايه؟ ما قال لك ما نعرفوش. ما نعرفوش خالص. انا مش مستريح لكم بصراحه. ولا احنا مرتاحين لك. بقول شويه كده يا اما، بقول لك ايه، لو انت عايز تصهين عن حقك يعني خايف منها او خايف عليها قول لي. وخاف ليه بس؟ هي دي تخاف منها؟ يعني انا بسال بس، يعني اللي كان ضربك يكون اخوها، ابن عمها، حد من اراضيشها؟ بقول لك انا بتجيلي الحالات دي كتير كل يوم في المستشفى. انا ليه حاسس ان انا في محكمه الاسره مش في مستشفى؟ يا دكتور قلت لك اطمن خلاص. انت مش طمنتني على الجرح.
عيب بقى كده تقول عليه جرح، ده مش جرح، ده خرب الصغير هتعالج منه. وبعدين اني لازم اعمل المحضر، فاهم؟ ويمين الله النهارده حظك بوم. قول لي ليه؟ ليه؟ لان النهارده لا فيه حوادث ولا اي خناقات، والمستشفى فاضي علي انا وانت يا حبيبي. صدق بالله ما كان حد عبرك اساسا. يلا يلا خدها واعتمد على الله، وبقابلني هتجيبك هنا كتير قوي. يا حرامي اوعي كده يا اما، يا ساتر يا رب يا ده النصيبه. دي واحده شكلها قتلت جوزها وبتصوت عليه. على فكره الراجل ده شكله ما كانش بيكذب. سيبك منه، ده راجل معقد، شكل مراته بتناوله بالشبشب كل يوم. على رايك، بقول لك ايه، فين الواد اللي كنت مرمطاه من الصبح؟ علي ده جري الندل، تلاقيه مستخبي في بيتنا. مستخبي ليه؟ هو هربان من البوليس. انت بتقول فيها هربان من الاحداث؟ علي هربان من الاحداث ليه؟ اصله ولع في جوز امه وهو نايم. لا اله الا الله. ومات؟ امه هي اللي اتحرقت فكرشته من البيت. علي حرق امه؟ علي حرق امه؟ اه يا ابن المحروقه. معقوله كامل اول طلعه مع الواد يضرب مطوه في دراعه؟ ما انا ما سبتوش، وديته افخم مستشفى في بورسعيد عشان يتعالج فيها. الله، ثم انا اتصلت بيك انت ما ردتش عليا، عرفت ان انت عندك ميتنج في الشقه. يا خفيف، ما انا قلت كامل سايب شغله اشوف شغلاني كمان. هو ده وقته يا جدع. اقول ايه لاخته؟ قول لها مبروك، اخوك لقى عروسه. بلك انت البت زي لهضه القشطه، قمر 14 وانا بوديه المستشفى عشان يتعالج، كانت مموت روح عليها من العياط. لهضه قشطه؟ يقطع علاقته بقى فورا. البت باين عليها مزه وتلزمنا كامل. مش من مقامك يا ريس، ده بابا مبوط على قد حاله. بالعكس، ده حلوه في السي في بتاعي. بلك انت البت في الخناقه ساعه ما كانت بتضرب الواد العكسه، ولا رشد عباظها يا جدع. تخيل انت بقى لو قلت لها تعالي كده ولا كده تعمل معاك ايه؟ لا ما الناس في الشخرمه، ده تعطلني بلاها في السي في يا جدع. انا بقول كده برضه، بس انا عايز اقول لك على حاجه قلقاني. محمود اسئلته كتيره، انت مش قلقان؟ طب انا في ايدي ايه اعمله؟ انت عارف زي ان النسوان. انا اقول لك انت برضه افهمك، ده انت مطلقهم اربعه. يبقى نشوف له شغلانه في المكتب هنا. شغلانه ايه؟ انت هتلاقي وجهه احلى من دي فين؟ كان نقابه مهندسين ايه؟ طول ايه؟ واجهه ايه ولا ايه؟ ده انا بفكر اجيب له عربيه يروح نقل زي الاقتراح اللي قال لك عليه. ما ينفعش كده، مش امان، مفيش امن من القطوره. تعرف يا كامل، انا مش عارف الرد ده انت جبته له منين. عارف انا لو بنت ليلى بحالها جمع في رد زي ده ما كنتش عرفت. انت قلت له الازمه اللي تعرضنا لها، بعنا فيها كم عربيه؟ الحمد لله. كمل، انت خريت دم ويلزمك غيظي. انا مش قادر افهم انت ليه محسسه نفسك بالذنب. على فكره انا لو كنت شفت اي بنت في الموقف ده كنت هعمل نفس اللي عملته. مش عشان انت زي القمر يعني، بس مفيش راجل هيقف يتفرج على ست وهي بتضرب وهيسكت. هو صحيح في رجاله لو شافتك وانت بتضربي المنظر ده يعني ممكن تقلق، بس انا استجدعتك من ساعه الموتور يعني، فدخلت بقلب جامد.